बच्ची की तकरीर में खुश होकर अब्दुल रशीद मुखिया साहब 100 रुपये का इनाम दिए हैं और मेरे भाई आए थे जो 50 रुपये का इनाम देखे गए हैं, टोटल 150 रुपये। के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, हवा में जीतने का हौसला रखे मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। आइए अब मैं प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हुए एक खतीबा को दावा दूंगा तकरीर के लिए, अरबी तकरीर के लिए। मैं फिरोजा बिन अकमल हुसैन को दावा देता हूं कि वो आए और अरबी तकरीर पेश करें। तो आज आज हमें आज की रात आज इस मदरसे के नाम पे आप कर दीजिए, इंशाल्लाह आप देख के जाएंगे कि मदरसे में किस तरह की हम लोग तालीम देते हैं, किस तरह की एजुकेशन देते हैं। क्या सिर्फ हम लोग दुनियावी तालीम से, क्या हम लोग सिर्फ उखरावी तालीम से उनको नवाजते हैं? हम लोग दोनों तरह की तालीम से नवाजते हैं। यहाँ पे हमारे मदरसा ऐसा सिद्दीका में 10 टीचर हैं, 10 में से 5 मास्टर हैं, 5 आप आए हैं, मौलवी साहब हैं, दोनों तरह के हम लोग तालीम देते हैं। आज के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग तालीम देते हैं। तो आप लोग ये भरम ना रखें कि हम मदरसे में बच्ची को नहीं डालेंगे, इसमें तो सिर्फ दीनी तालीम दिया जाता है। तो इसी चीज को आगे बच्ची आके बताएंगी, आप लोग सुनिएगा। चलो الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أبو داود رئيس الحفلة المعقر والأساتذة الكرام والضيوف الكرام والإخوان والإخوات في الله أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية التوحيد التوحيد لغة الإفراد التوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله بالربوبية لأمرية والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة بأن التوحيد هو طريق الوصول إلى بأن التوحيد هو أهمية كبير في حياة المسلم لأن التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وفي موضع ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سورة آل عمران وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال الله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون سورة الزخرف وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء وأن التوحيد هو طريق الوصول إلى الجنة وإن الجنة هي جائزة الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين أصحاب العقيدة السليمة الخالية من أي شائبة تعتريها وإن الخلال في العقيدة بلا شك يقرب الإنسان بلا شك يقرب الإنسان من النار وعذاب الله تعالى وليس في الدنيا أحد من يدخل الجنة وينتفع بشفعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك ولو كان المشرك محبا له معظما إياه لم تنقله بشفعته من النار وإنما ينجيه من النار وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به ولهذا فإن أبا طالب غيره ممن يحبونه ولم يقروه بالتوحيد الذي جاء به لم يكن ليخرج من النار بشفعته ولا بغيرها دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم جوابا عمن سأله أي الناس أسعد بشفعتك يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفعته يوم القيامة من قال لا إله إلا
الله خالصا من قلبي وقد اختار المصطفى عليه الصلاة والسلام الشفعة وجعلها خاصة بمن مات لا يشرك بالله شيئا. وقال شارح العقيدة التحاوية عن أهمية التوحيد: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسول وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه الممال إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أبو داود. فهو أول واجب وآخر واجب. وقال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له شيئا.